المعقد الجديد كوبر، استطاع أن يفرض التعادل على الفريق القوي الخرطوم الوطني أيضا في المباراة. حسب المتابعة بيقول إنه المباراة كانت يعني متكافئة، وكان أغرب للفوز فريق كوبر. يعني المباراة دي شهدت أسرع هدف في تاريخ الدوري الممتاز. مباراة دي فريق الخرطوم سجل هدف في الثواني الأولى لانطلاقة المباراة. يمكن قبل ما تكتمل الدقيقة الأولى كان الفريق الخرطوم متقدم بهدف، وتوقع الناس إنه هذه البداية وهذا الهدف المبكر جدا يكون يعني عنده مردود سلبي جدا على فريق كوبر، خصوصا إنه فريق كوبر فريق صاعد حديثا لبطولة الدوري الممتاز. لكن حصل العكس تماما، بعد هذا الهدف سيطر فريق كوبر تماما على البطولة وعلى المباراة تماما، ويعني فرض سيطرة كبيرة على أجواء الملعب وأضع رماته العديد من الثوانح السهلة جدا حتى تمكن من معادلة هذه النتيجة واختناث أول نقطة له في بطولة الدوري. جميل.